الدوريين او كاين واحد السوري راه يدور في البلاد نصب كاع على بلاد الناس كاع نصب عليهم وكاع حملهم نصب سوري 17 جزائريه سمع القضيه كي داير ولد ب 17 قالك وانتم عقلكم وين راه ها باش تشوفهم قلت الترويه ربك الخلك رغلة اللي جاك يضحك عليهم سمع سمع مازال ما درتيش ابوني واش كتسال دير معنا ابون زير معنا الصمت يلا السلام عليكم كيف حالكم اخواني اين انتم يا بني كرغل اشتقنا لكم هيا بنا الى المونديال هيا بنا الى كاس افريقيا 2025 الاخوان اليوم غادي نشوفوا سوري ضحك على 17 جزائرية 17 جزائرية تنطح جزائرية ضحك عليهم سوري اللي جا كيضحك على الكراغلة ديك المرة شفنا داك الفرنسي اللي جا وضحك على جزائريات ما قدروش يحسبوهم ربما وصلوا لمليون ونصف مليون جزائري دابا عاود سوري جا وضحك عليهم هاجي نشوفوا هاد الموضوع كامل لكن قبل نشوفوا لي فيديو اللي صيفطوا لنا اولا اول فيديو اليوم مرتي طيبت واحد القلب اللوز يذوب في الفم مالك اه يما ماشي مرتك اللي دارت القلب اللوز اختك هي اللي دارته انا بها يابس دابا حنا ما غاديش نركزوا على شكون اللي دار قلب اللوز واش يابس واش نركزوا على الفطور ديالهم ملفي مالكم مع ملفي مالكم مع ملفي يا بني كرغل ديك المرات استقبلتوا المنتخبات الافريقيه بملفي قلنا ربما ما دابا عاود الفطور ديال المغرب ملفي لا حول ولا ملفي المناضه الحفله ديال راس العام يلا هالكرغل ندوز الفيديو اخر حنا جزائر كرغل ما يفهموا ما يعرفوا يطيبوا ما يعرفوا سمعوا سمعوا الجزائريه اش قالت حنا جزائريين باين باللي حنا اخترعنا القهوه البارده وما اخترعوا القهوه البارده سير مزغران مستغانم كلاصون نحط لك كلاصون صحه قهوتكم حنا جزائريين باين باللي كل مدينه عندها عاداتها لبستها ماكلتها اغناها لهجتها واحيانا حتى اللغه ديالها حنا جزائريين باين باللي عندنا الزليج واقدم زليج موجود في شمال افريقيا نتيقوها تقناها زعما نديرو بحال اللي تقناها عندهم الزليج وسط الراس فين عندكم الزليج قلعة بني عاد المسيلة حنا الجزائريين باينة بلي طاجين اللحم الحلو يختلف من مدينة لمدينة بصحتكم طاجين ديالهم الاخوان نديرو بحال اللي تقناها الطاجين ديالهم نديرو لهم خاطرهم بحال تقيس مع شي بروش ولا شي واحد هبيل كدير اللي خاطرهم الطاجين ديالهم الطاجين المحمر تلمساني حنا جزائريين باين بلي بقراج لاتاي ما يخطيناش اتاي ديالهم الاخوان ما حتى البرد شو البرد والله لا صنعوا شي جزائري بحال داك مول الرجيلات والله لا صنعوا شي الله الله وما تنساوش النعناع اتاي بالنعناع حتي الجزائر تيقوم تيقوم الاخوان والله الا بقيتوا بلا شغله الكراغله ندوزوا لفيديو اخر تعال كده أوريك اللي حصل ما بين النجم الدولي الجزائري عيسى مندي والنجم الدولي المغربي عز الدين أناحي في مباراة اليوم في الدوري الأوروبي. شوفوا يا جماعة مباراة فياريال أمام مارسيليا، شوفوا هنا النجم المغربي عز الدين أناحي كان يريد مراوغة النجم الجزائري دابا 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 أناحي بغى يراوغ هذاك الجزائري وحيدها ليه وفوت ودارين عليها فيلم هما زعما انجاز زعما راح يدلو ناحيه كور والكراغله مالكم والكراغله واصلين للدرجه هنا برشاقه كبيره اناحي حاول مراوغه هذا اللاعب الجزائري لكن عيسى مندي انقض كالاسد انقض كالاسد قطع الكره وتدخل على الكره بدون اي خطا لكن لسوء الحظ حكم المباراه اعتبر ان تدخل عيسى مندي تدخل خطأ على المغربي وهنا غضب عارم من عيسى مندي الذي لا يصدق قرار الحكم يقول له دابا دي رفوت عادي يا زعما كدوز مرور الكره ما دوش الدين فيها حيت مغربي وجزائري وانا تدخلت على الكره وليس على قدم اناحي لكن الحكم اصر على احتساب الخطأ على النجم الجزائري اداء رائع من النجمين العربيين بقيتوا بلا شغل ندوزو الفيديو اخر فين وصلنا الاخوان وصلنا لهذا رياض ما حبش يجي قال لهم ما نجيش قال لهم ما نجيش فين يجي رياض فين يجي الكراغلة عاد رياض عاد عارف الكراغلة اش كيسوا رياض ما حبش يجي قال لهم ما نجيش هكذا قال لهم ما نجيش وقالها للوالد صديق قالها لبيتكوفيتش قال لي ما نجيش معاه وفهمها كذا بغيت فهمها الاسباب ساعد اصنع حارق يا حسران
مرتي راهي بالكرش، مرتي راهي تولد، عندي صوالح، راني عيان، عندي مشاكل مع الفريق. ايوا نصنع حال، نصنع لك العجب كما تبغي تروح الخدمه هنايا، نصنع حالك وتامنني ونعسكن عينك وتامنها وكاع. ما تامنيش نجيب لك الورقه تاع الطبيب، صاي خلاص خير امني هكذا ولا نجيب لك الورقه تاع الطبيب. خير كاين زوج صوالح. عباريا وما حبش يجي. وما حبش يجي لهذا الفيدرالية، وما حبش يجي لهذا المدرب. ما حبش يجي معاه. راجل. خرج رجل. ما قال لي خرج الأوطار مع جمال بصح خرج راجل. تنزل فيديو آخر. صدمة، لاحظ على صورة قائمة المنتخب المغربي. لو نقرب في الصورة بنكتشف إنه لاعب نادي ريال مدريد إبراهيم دياز. صدمة لك أنت، ما إحنا عادي. اختار منتخب المغرب على اسبانيا، مستوعبين؟ لاعب يعتبر هو انفجارة الموسم، واحد من افضل 3 لاعبين في ريال مدريد، وصاحب جائزة افضل لاعب في ريال مدريد للشهر الاخير. اختار المغرب على اسبانيا، هذا يعني ايش؟ يعني ضحى انه يلعب في بطولة اليورو لاجل اللعب مع منتخب بلاده المغرب، وهذه اول مرة في تاريخ اللاعب ابراهيم دياز سيشارك بقميص المنتخب المغربي، وهذه تضحية كبيرة من ابراهيم دياز يستاهلها المنتخب المغربي. الله يبعد علينا عينيكم، راه عينيكم اللي كيخلعوني انا. عينيكم اللي كتخلعني انا. دوزو الفيديو اخر. المغرب يرسل مساعدات الى اهلنا في فلسطين برا وجوا. الجزائر ترسل 1,000,000 طن من الشعارات الى فلسطين مع فلسطين ظالمه ومظلومه، رفع الرايات في المقابلات. فلسطين احنا شواكر افريقيا، احنا راح نحرر فلسطين. باش تحرروها بالشعارات؟ طيبتو الدنيا بالهضره الخاويه يا بني كرغل. عجزت المراديه وما دو صافي ما تلقى شي واحد صغير عندهم. عاش المغرب عاش، عاش الفلسطينيين. دابا عاقوا عرفوا، دابا الفلسطينيين غير اللي ما بغوش يعرفوا ان بني كرغل الشفوي الهضره الخاويه. دوزوا الفيديو اخر. السوريين او كاين واحد السوري راه يدور في البلاد، نصب كاع على بلاد الناس، كاع نصب عليهم وكاع حملهم. سوري 17 جزائريه، سمع القضيه كي داير. سوج ب 17 قال لك، وانتم عقلكم وين راه؟ ها باش تشوفهم قلت التوعيه. ربك الخيل الكرغله اللي جاك يضحك عليهم. سمع سمع اسمعوا نعاودوا ازيروس، اسمعوها كامله. السوريين او كاين واحد السوري راه يدور في البلاد، نصب كاع على بلاد الناس، كاع نصب عليهم وكاع حملهم. مزوج ب 17 قال لك، وانتم عقلكم وين راه؟ ها باش تشوفهم قلت التوعيه. ضحك عليكم في 17، تستاهلوا تستاهلوا تستاهلوا. السوريين او كاين واحد السوري راه يدور في البلاد، نصب كاع على بلاد الناس، كاع نصب عليهم وكاع حملهم. مزوج ب 17 قال لك، وانتم عقلكم وين راه؟ ها باش تشوفهم قلت التوعيه. ضحك عليكم في 17، تستاهلوا 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 يا بني كرغل. قالها جزائري ديالكم ماشي اللي قلتها. علاش دابا كتقلقوا فاش نقول انا شي هضره يا الجزائري ديالكم قالها؟ ماشي هذا هو الاول. الا تعقلوا راه كان داك باروك ياك في واحد الفرنسي جا وضحك على 1,500,000 جزائري ضحك عليهم. حتى هذا جاد السوري داز الطريق ديال هذاك، ما كاين يضرب طيح زرع الزريعه ديالو تما. المهم انتم تما لا حول ولا قوه الا بالله. الاخوان وصلنا اخر الفيديو، تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء للكراغله، ديما مغرب من طنجه للكويره. السلام عليكم.